ويا مساء الفل افري بادي، معاكم عمر عبد الرحيم. بصوا، هو موضوع النهارده طلب مني اكتر من مره الحقيقه، اللي هو حته الكتابه. انا الكتابه عندي ضعيفه، او انا لسه مبتدئ وعايز احسن نفسي في الكتابه، اعمل ايه؟ فانا جاي النهارده اقول لك ايه الطرق او الستبس او الخطوات اللي انت محتاج تاخدها عشان خاطر تعلي من نفسك او تحسن من كتابتك في اللغه الانجليزيه. مش هنتكلم في موضوع معين، يعني مش هنكتب ازاي تكتب ايميل مثلا، او ازاي تكتب باراجراف ولا اي حاجه، ولكن انا هتكلم معاك في الكتابه بشكل عام، ازاي تحسن القدره بتاعتك على الكتابة في الانجليش. بس قبل ما نبدأ الموضوع بتاعنا كله، خلينا نتكلم شوية عن يو ديكشنري. كنا اتكلمنا عن يو ديكشنري قبل كده، ودلوقتي هقول لكم بقى او هتكلم الناس اللي نزلت يو ديكشنري قبل كده في شوية تحديثات وشوية خدمات جديدة او فيتشرز جديدة محتاجين احنا نعرفها. وبرضو الناس اللي لسه ما نزلتش يو ديكشنري هيقدروا يستفادوا جدا بالخدمات اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة، او بمعنى صح المميزات يعني بتاعت ديكشنري ده او القاموس ده عن الباقي. طبعا انت اول حاجة محتاج ان انت تعملها ان انت تتأكد ان هنا موجود اللغتين اللي انت عايز ترجم من وإلى. يعني خلينا نجرب مثلا فيتشر بتاعت الكاميرا، ودي دورها انك بتصور كلمة معينة لو حابب تعرف معناها ايه. طبعا تظبط الفوكس بتاعك، بعد كده تلقط الصورة وتظبط بقى حتة الكروب دي على حسب الكلمة، بحيث ان هي بس اللي تبقى جاية على الايه، الكلمة اللي ساعدتك حابب انك تترجمها، وتدوس على علامة الصح وتنتظر قليلا. اقول لك الفراولة، مش طبيعي جدا ان الستروبيري تبقى فراولة؟ بالمناسبة نطقها ستروبيري مش ستروبيري. تاني فيتشر موجودة عندنا ان انت لو بتقرأ مثلا ارتكل معين او بتقرأ مقالة معينة وحابب ان انت تترجم جزئية فيها بشكل سهل قوي، شايف السهم ده تبع الابليكيشن بتاع يو ديكشنري، فانت بتدوس عليه دوسة لغاية ما يظهر لك دي، وتقوم دايس دوسة صغيرة ولغاية ما تظهر لك الماجنت دي، وتيجي بقى على الايه، الجزئية اللي انت حابب تترجمها، وتسيبه يترجم، يترجمها لك بشكل حلو جدا ومختلف وسريع. بالمناسبة هو في اوكسفورد ديكشنري في الابليكيشن ده، وكمان فور فري. لو جينا مثلا ندور على برجر على سبيل المثال، هيظهر لك ترجمة ليها كتير قوي، وده الاوكسفورد ديكشنري. الفيتشر برضو لذيذة جدا اللي هي conversation، اللي هي دي انت لو مثلا بتتكلم مع حد قدامك وحابب ان انت تسمعه حاجة وتترجم له حاجة بس بالصوت، ما عندكش وقت ان انت تقعد تكتب، فهتدوس على conversation وتحدد اللغة اللي انت عايزها، وبعد كده ان انت تبتدي ان انت تتكلم. What you want is for you to start talking. مش مشكلة، خلينا بقى نقوله حاجة بجد، خلينا نجربه في حاجة بجد. انا حددتها عربي مصري، يعني انت لما بتفتح المنيو دي كلها ممكن تحدد نوع العربي اللي انت بتتكلمه، كمان النيتيف اكسنت بتاعتك، فانا حددتها مصري. خلينا كده مثلا نقول له ايه، انا عايز اكل برجر. I want to eat a burger. خد بالك، هي الساعة كام دلوقتي يا باشا مصر؟ What time is it, باشا؟ واخد بالك، فهو مصر السنين. وهكذا بقى ايه دواليك دي. انت لو عندك تكست معين وحابب تتشيك الجرامر اللي موجود فيه، بتعمل لها كوبي هنا او بتكتبه هنا وتدوس له على التشيك وهو بيقول لك. يعني خلينا مثلا نكتب حاجه فيها مستيك، I want eat burger. خلينا نشيل النقطه كمان، تشيك. I want to eat. ما ينفعش want to eat، لازم want to eat. ودي فيتشر جميلة جدا بصراحة. ده غير الفيتشر اللذيذة دي مع اللوك سكرين بتاعتك، انت بيديك كلمة جديدة كل شوية، يعني كل ما تقفل وتفتح يديك كلمة جديدة، ممكن كمان تسمع النطق بتاعها. Slope. British و UK. هنا قفلنا، نفتح مرة تانية، اداك كلمة مختلفة. Sprinkle. نرجع بقى لموضوع الكتابة. بص يا سيدي، انت عشان تكتب كويس، اول حاجة او اول خطوة انت محتاج تعدي بيها وتتأكد منها موجودة عندك، يعني اللي هي الكلمات الكتيرة قوي. لان انت طبعا عشان خاطر تكتب، انت محتاج تعبر عن حاجات جواك عن طريق الكتابة، فانت عشان تعبر عن الحاجات دي محتاج مصطلحات تترجم الافكار اللي عندك دي او الاحساس اللي عندك لكلمات مفهومة، فبالتالي محتاج vocabulary او محتاج كلمات كتيرة جدا عشان خاطر تبتدي ان انت تعبر بسهولة. فدي اول حاجة انت محتاج
تعرفها كلمات كتير. تاني حاجة اللي هي السبيلينج او الاستهجاء. دي مشكلة كبيرة بتقابل ناس كتير جدا، حتى انت ممكن يكون الانجليش بتاعك قوي جدا ولكن عندك مشكلة في السبيلينج. انا كعمر عندي كلمتين عاملين لي مشكلة في حياتي، ان انا دايما ما بعرفش اكتبهم صح من اول مرة. يعني هكتبهم لكم على الشاشة. اول واحدة ميلينيوم دي اللي هي الالفية، وتاني واحدة اللي هي اللي حاجة زي نهضة رينيسانس. فشيء طبيعي جدا ان انت يبقى عندك مشكلة في السبيلينج، ومش عيب يعني. حلها بسيط جدا، يعني انا كان عندي مشاكل اكبر من الكلمتين دول بكتير قوي زمان، حليتها بطريقة تافهة جدا واستغلتها انها تافهة. عارفين مايكروسوفت اوفيس اللي هو اوفيس اللي انت بتشتغل عليه عادي؟ هتفتح بقى مايكروسوفت وورد وتبتدي تكتب اي حاجة حصلت لك في اليوم. طول ما انت بتكتب لو عملت خطأ بيعمل لك تحتيه خط احمر كده، لو عملت كليك يمين على الخط الاحمر ده او على الجملة اللي عليها الخط الاحمر ده هيديك الكوركشن او التصحيح بتاعها. فمرة على مرة، يوم بعد يوم، وورد مع وورد، هتلاقي نفسك ان انت عمال تظبط بقى في الحاجات، والحاجات دي عمالة تتصحح جواك، والاخطاء اللي انت كنت بتعملها زمان ما بقتش تعملها خلاص. وده طبعا هي كتير قوي مع الممارسة. فلما تعمل كده كل يوم على مايكروسوفت وورد مثلا، وكمان الكوركشن على الموبايل بتاعك او التليفون بتاعك، يعني ده مع ده الاثنين هيصححوا عندك حاجات كتير قوي. ثالث خطوة هي القراءة. طب ده ايه علاقته بالكتابة يا عم عمر؟ بص، هو في مبدئين في اي لغة حابب ان انت تتعلمها. يقولك لو حابب تتعلم كتابة اقرأ، لو حابب تتعلم كلام اسمع. فاحنا هنمشي ورا الموضوع ده ليه؟ عشان طول ما انت عمال تقرا حاجات بالانجلش انت عمال تفهم وعمال تستوعب وعمال تتعلم حاجات كتيره قوي، منها افكار، منها طريقه صياغه جمل، منها تعبيرات، منها مصطلحات، منها جرامر كمان. فانت الحاجات دي عمال تتعلمها كده بشكل سبكونشس او بشكل يعني من عقلك الباطن عمال يتعلمها، ولما تيجي تكتب هتلاقي الحاجات دي خرجت لوحدها واستخدمتها في مواقف صح. ده زائد ان موضوع الكتابه هيزود لك قوي من حصيلتك اللغويه، فبالتالي انت هتلاقي يعني المشاعر او الاحاسيس او الافكار اللي عندك اللي بتطلعها في كلام مكتوب هتلاقي سهل ان الموضوع ده يحصل، فمش هتحس ان انت بتتعب قوي زي الاول. هو انا صوتي متغير قوي ليه كده؟ مش عارف. فموضوع القراءه مفيد بشتى الطرق يعني. رابع واهم خطوه انك تكتب اساسا. يعني فكره انك تمارس الكتابه كتير. اصل انت ما تجيش مثلا حاولت تكتب مره مرتين وتيجي تقول انا وحش في الكتابه، ما انت طبيعي جدا ان انت تبقى وحش في الكتابه لان دي اول ولا تاني ولا عشر مره. everything needs practicing، كل حاجه في الدنيا محتاجه practicing، كل حاجه في الدنيا محتاجه ممارسه. اي مهاره بتحاول تدرب نفسك عليها مش هتبان غير لما تمارسها كتير. فانت اقعد اكتب كتير، اتدرب كتير على مايكروسوفت وورد، اتدرب كتير على الموبايل بتاعك، وهتلاقي نفسك الدنيا بتظبط مع الوقت وبتحس فعلا قد ايه انت بتتحسن. طب هل ده بس عمر اللي موجود في موضوع الكتابه؟ لا خالص، ده انا بتكلمك في بدايات. فهو الفيديو ده التارجت بتاعه الناس اللي لسه بتبدا، الناس اللي لسه مبتدئين. في حاجه كده في الكتابه اسمها بونكتويشن، اللي هي علامات الترقيم بقى، انت تحط النقطه امتى، الفاصله امتى، الكلام ده كله. ده ما تبصش عليه قوي دلوقتي عشان ما تعقدش نفسك. المهم انت ابدا دلوقتي اكتب، ويوم ما تحس ان انت بقيت قادر تكتب كويس او اتحسنت بشكل ملحوظ قوي ابتدي بقى بص على علامات الترقيم وموضوع البونكتويشن ده، وده ممكن نبقى نتكلم عنه ان شاء الله في فيديو مختلف. بس المهم انك تبدا. عشان خاطري ابدا، ريح نفسك وريحني وريحنا كلنا وابدا. الله يبارك لك، ابدا وربنا معاك يا سيد الناس. بس كده. هتلاقي لينك يو ديكشنري موجود في الوصف بتاع الفيديو ده. يا رب تكون اتغيرت النهارده شويه. ثانك يو فيري ماتش فور واتشينج، واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي.